قبل 20 سنة انعرضت علي أراضي عبدون كلها بتنكة زيت وما أخذتها. صادق. تعرف إنه بال 2013 انعرضت علي البيتكوين ب 35 دولار بس ما اشتريتها. كان أنا هسه من أصحاب الملايين. يم يا غزال. طب سد ال 20 ليرة اللي عليك. تخيل لو بلشت أجمع أمني كوينز من 2018. كان هسه عندك شقة بأبراج السادس. هم خلصوه. لا تخلي إشي يروح عليك وبلش جمع أمني كوين اليوم. برنامج المكافآت الجديد من أمنية. أمنية انتمي.